مرحبا حبيبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم حلو كتير كتير سهلة وبسيطة وكتير كتير فخمة. مثل ما شايفين طريقتها سهلة وبسيطة، ما بتاخد معنا وقت بالتحضير وكتير فخمة، شكلها كتير كتير رائع. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. عنا عجينة الباف بيستري، هيدي العجينة بتلاقوها متوفرة بالسوبر ماركت، وعنا هيدي قطاط العجينة. هيدي العجينة إذا بدكم تعملوها بتكلفكم كتير وبتاخد منكم وقت كتير، من الأفضل تشتروها. بحطن على ورقة الزبدة، كمان هول اللي بقيوا عنا هون فينا نقطعهم بقطاعة أصغر نفس الشي، وبستخدمهم ما بكبهم، بحطهم على ورقة الزبدة كمان. بس حطيتهم على ورقة الزبدة، عنا هون ملعقة صغيرة زبدة دايبة دوبتها، بدها نوج العجينة. عم حمل الفرن على درجة حرارة 220 من الأعلى والأسفل. هلأ بحطهم بالفرن. هولي أخذوا بالفرن 10 دقايق، هلأ بحطهم على المجلى ليبردوا بحرارة الغرفة. بدي أخفق أنا وياكم الكريمة السائلة، عنا 300 ميلي كريمة، بخفق على سرعة عالية. خفقنا الكريمة، بدي احط الكريمة بالكيس. هلأ بدنا نحشيهم انا وياكم، شيل قطع بهيدي الطريقة، بفتحها بالنص. حط مربى، عنا مربى هوني، المربى حسب الرغبة، انتو بتحطوا المربى اللي بدكم اياها، انا عندي مربى عفريز. بدهن كمان بضيف دبل كريم، بهيدا الشكل شايفين، منسكرها بهيدي الطريقة، شكلها كتير رائع وحلو. بحطهم بصحن، كمان نفس الشي رح اعمل وحدة صغيرة، رح نعمل بقصة بالنص، بحط مربى، وكريمة. شكل فخامي وكتير رائع. بس حشيناهم بالمربى والكريمة، هلأ بحط عليهم سكر بودرة، برش بهيدا الشكل شي بسيط. هيدي من الحلويات الفخمة وكتير سهلة. شايفين الصغار شو طلعوا مهضومين، كتير طلعوا مهضومين. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.